الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. المجرمون في التاريخ كثيرون، أكابر مجرمي التاريخ هم الذين سجل في صحيفة أعمالهم أحد شيئين: إما ارتكاب جريمة كبيرة أو نتائج كبيرة لجريمتهم. مرة العياذ بالله تعالى الإنسان يرتكب جريمة كبيرة، يقتل أحد خيرة خلق الله عز وجل مثلا. مرة الإنسان يرتكب جريمة آثار الجريمة التي ارتكبها تكون كبيرة. وأشد وأكبر وأسوأ مجرمي التاريخ هم 12 شخصا. هؤلاء يسمون بأصحاب التابوت، يعذبون في تابوت في قعر جهنم. أصحاب التابوت هم الذين كانت آثار جرائمهم كبيرة جدا، هم الذين أسسوا أساس الانحراف. وإن كانت الجريمة التي ارتكبها بالقياس إلى بقية الجرائم ليست هي الكبرى، مثلا أحدهم، أحد الاثني عشر، هو قابيل الذي قتل أخاه، جريمة لا شك. وهابيل أخو قابيل شخصية كبيرة حسب
كلام بعض العلماء كان من الأنبياء، ولكن كان في التاريخ، جاء في التاريخ بعد قابيل مجرمون ارتكبوا جريمة أكبر من جريمة قابيل، قتلوا أشخاص أعظم عند الله عز وجل من هابيل النبي. فلماذا أولئك ما أصبحوا من أصحاب التابوت مع أن الذي قتلوه أعظم من هابيل المقتول؟ وقابيل أصبح من أصحاب التابوت. السبب في ذلك أن قابيل علم البشر على قتل البشر، أسس أساس الانحراف. البشر بطبيعته غير قاتل للبشر، قابيل علمه، فتح باب الانحراف، أسس الانحراف في هذا المجال. هكذا من أصحاب التابوت من نصر النصارى ومن هود اليهود، الذي حرف دين موسى والذي حرف دين عيسى، هؤلاء أنا لا أتذكر أنهم ارتكبوا جريمة قتل واحد من الأنبياء مثلا، واحد من الرسل. فلماذا هؤلاء من أسوأ خلق الله، من الاثني عشر الذين هم أسوأ خلق الله؟ السبب في ذلك أنهم فتحوا باب الانحراف، أنهم حرفوا دين موسى، أنهم حرفوا دين عيسى، يعني جعلوا ملايين من البشر ينحرفون، مئات الملايين من البشر ينحرفون. ولكن فلان وفلان وفلان الذين هم أيضا من أصحاب التابوت جمعوا الأقبحين الأسوأين، أسسوا أساس الانحراف إلى آخر الدنيا، وارتكبوا جرائم هي الجرائم الكبرى. أما التأسيس للانحراف واضح، جعلوا مئات الملايين مليارات إلى آخر الدنيا ينحرفون، حرفوا الدين. ولم يكن ذلك في سجل أعمالهم فقط، وإنما ارتكبوا بأنفسهم جرائم كبرى. أي جريمة أكبر من قتل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله؟ توجد جريمة أكبر من قتله؟ اكتفوا بقتل هذا المعصوم الأكبر؟ لا، قتلوا معصومة هي الكبرى، الصديق الكبرى سلام الله عليه. اكتفوا؟ لا، قتلوا معصوما آخر هو محسن الشهيد سلام الله عليه. يعني بأنفسهم ارتكبوا الجرائم الكبرى بالإضافة إلى تأسيسهم للانحراف. لعلي أقول لعله يستفاد من بعض الروايات الشريفة أن هؤلاء أسوأ مكانا في التابوت من بقية أصحاب التابوت. حديثي ليس عن هؤلاء، إنما لنعرف أن هؤلاء في أي درك من دركات جهنم، لنعرف جرم هؤلاء. من هنا الذي يمدح هؤلاء ولو أصغر مدحة،
الذي يقف إلى جانب هؤلاء ولو في موقف صغير جدا، الذي يبرر لهؤلاء ولو تبريرا ضعيفا، الذي يترضى عليهم أقل شيء، فقد ارتكب جريمة كبيرة. حتى لو كان مظهر بعض أعمال هؤلاء مظهرا جميلا، واقعه غير جميل. المجرمون العاديون حسناتهم تتبدل إلى سيئات، لا توجد حسنة في سجل أعمالهم، المجرمون العاديون، فكيف بهؤلاء؟ يعني مثلا طاغية العراق، طاغية العراق له خدمات، إذا قال لك شخص أنه طاغية العراق مع ارتكابه للجرائم ولكن له خدمات، بنى مساجد، ساعد محتاجين، أيتاما، تقبل؟ حسناته تتبدل إلى سيئات، هذه أصلا ليست من حسناته لو كانت هناك حسنة. في سجل طاغية العراق لا توجد حسنة واحدة، طبيعي الحسنات تتبدل إلى سيئات، بنى مسجدا وسفك دماء مئات الآلاف، سبب مشاكل بالمليارات لا بالملايين، المشاكل التي سببها، بنى مسجدا، هذه حسنة لهكذا شخص؟ فكيف بمن أسس لطاغية العراق وأمثال طاغية العراق الملايين؟ توجد حسنة أصلا لهم تجعل الإنسان يدافع يقول نعم عنده جرائم ولكن أيضا من حسناته الشيء الفلاني، أصلا عنده حسنة؟ ليس حديثي عن الترضي على هؤلاء، عن الدفاع عن هؤلاء، مدخل لموضوع آخر. ولذا المؤمن لا يمكن أن يدافع عن هؤلاء بنصف كلمة، لا يمكن أن يترضى على هؤلاء. إلا في حالة التقية، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، أن رخصهم في مجال التقية. ولكن في حالة التقية وبمقدار شدة الضرورة فقط، يعني ماذا بمقدار شدة الضرورة؟ أمثل لكم مثالا آخر. أنت مؤمن تعرف أجلكم الله، أجلكم الله قذارة الخمر، تفهم، لعل غيرك لا يفهم هذه أجلكم الله القذارة، أنت تفهم الخمر شيء قذر أجلكم الله جدا عندك، مستحيل أن تشرب الخمر، مستحيل أن تتقرب من شرب الخمر، مستحيل أن تقرب الخمر إلى فمك، مستحيل، مؤمن تفهم. ولكن إذا حدثت لك حادثة، صرت في ظرف صعب، في ظرف تقية شديدة، إن امتنعت من شرب الخمر تقتل، قد تشرب الخمر ولكن كيف تشرب الخمر؟ تكتفي بالمقدار الذي فيه شدة الضرورة فقط لا أكثر، قطرة، قطرتان، ثلاث قطرات، بالمقدار التي شدة الضرورة تقتضي. وعندما تنتهي حالة الضرورة، حالة التقية، عندما تخرج من عند هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يقتلوك مثلا، عندما تبتعد عنهم تحاول أن تتقيأ ما شربته، يبقى في نفسك شيء ألم
لوعة تبقى في نفسك لعله سنوات، لعله إلى آخر عمرك، بأنك في ظرف صعب شربت الخمر، شيء يؤنبك يؤلمك، لأنك تستوعب ما هي الخمر العياذ بالله. وأنتم مؤمنون تعرفون جيدا أن الدفاع عن أولئك أصحاب التابوت، أن الترضي على هؤلاء، أن الوقوف لهم ولو مواقف صغيرة أسوأ وأسوأ وأسوأ من آلاف المرات من شرب الخمر. ممكن أن تترضى على هؤلاء في غير ظرف التقية وبغير مقدار شدة الضرورة، ليس ممكنا أصلا، المؤمن لا يمكن أن يقف لهؤلاء ولو وقفة صغيرة. نعم في حالة التقية، وقد تحدث، لا أقول قد تحدث، شيء كان في التاريخ وسيكون إلى يوم الظهور، التقية سوف لا ترفع عن المؤمنين كليا إلى يوم الظهور. قد تحدث حالة تقية لشخص يضطر، ولكن يكتفي بمقدار شدة الضرورة. ومع ذلك إن صدر منه كلام ترضي وقوف إلى جانب هؤلاء، يبقى الإنسان يلوم نفسه إلى آخر عمره مع أنه كان معذورا عند الله عز وجل. تبقى في نفسه لوعة تؤلمه. على ما ببالي ذكرت لكم قضية الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، واللوعة التي بقيت في قلبه إلى الساعات الأخيرة من حياته بسبب كلمة، ما ترضى، ما دافع، ما مدح، قال كلمة ولظرف خاص وبهدف مقدس، مع ذلك بقيت في قلبه لوعة. ابنه ينقل، لماذا صدرت مني هذه الكلمة؟ هذا الشخص كنت أريد أن أهديه إلى جهنم وبئس المصير ليذهب. أقول كلمة لأنه حتى يهتدي هذا الشخص، لا أريد أن يهتدي، من أنا؟ الله يريد أن يهديه يهديه، لا يريد أن يهديه لا يهديه. أنا لماذا قلت هذه الكلمة مع أنه قلت لكم لا ترضى، لا ترحم، لا دافع؟ كلمة من الكلمات الخفيفة عند البعض، ولكن الشيخ عباس القمي الذي لا يستهان بمعرفته للروايات الشريفة غاص في بحار روايات أهل البيت عشرات السنوات، يتلوع، يتألم، يفهم. كل ذلك ليس حديثي، إنما حديثي في كلمة وارد في حديث شريف، ما ذكرته مصداق لهذه الكلمة وهناك مصادق أخرى. هذا الحديث الشريف ورد في تفسير، التفسير المنسوب للإمام أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف ينقل قصة حدثت في محضر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: قال بعض المخالفين بحضرة الصادق عليه الصلاة والسلام، في محضر الإمام الصادق، واحد من المخالفين من النواصب يبدو من الكلمات أن الظرف كان ظرفا قاسيا، يعني كان ظرفا مخيفا، يعني كان ظرف تقية. قال بعض المخالفين بحضرة الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني في محضر الإمام الصادق، لرجل من الشيعة، واحد من المخالفين يقول لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة، يعني العشرة المبشرة؟ ظرف تقية، الله عز وجل سمح لك في ظرف التقية أن تقول. ولكن هذا الشيعي كان ذكيا،
حتى في ظرف التقية ما صرح، خرج بطريقة ذكية من القضية. قال هذا الشيعي: أقول فيهم الخير الجميل الذي يحط الله به سيئاتي ويرفع به درجاتي. أقول كلام الله عز وجل يرضى عني. الإنسان بالنسبة للمؤمن الكلام الذي يقوله حتى يرضى الله مدح، بالنسبة للمنافق ذنب. هذا الذي يوجب رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يوجب حط السيئات، هذا الذي يوجب رفع الدرجات. قال السائل: الحمد لله على ما أنقذني من بغضك، كنت أظنك رافضيا تبغض الصحابة. قال الرجل الشيعي: ألا من أبغض واحدا من الصحابة. واحد من الصحابة من؟ أمير المؤمنين. ما قال من أبغض أي واحد من الصحابة، واحد يعني شيء معين. ألا من أبغض واحدا من الصحابة فعليه لعنة الله. الرجل المخالف أحس، هذا لا يصرح بأسماء، يقول كلمات ممكن الفرار من هذه الكلمات. قال: لعلك تتأول، ما تقول في من أبغض العشرة من الصحابة. سؤال آخر: الذي يبغض أحدا يبغض العشرة من الصحابة ماذا تقول؟ فقال: من أبغض العشرة، تعلمون أحد العشرة هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني من أبغض كلهم. ما قال أيضا من أبغض أي واحد من العشرة. قال: من أبغض العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فوثب الرجل ذلك المخالف فقبل رأسه وقال: اجعلني في حل مما قذفتك به من الرفض قبل اليوم. أنا كنت أقذفك أقول هذا رافضي، اجعلني في حل. قال الشيعي: اليوم أنت في حل، يعني لست في الحرام، في الحل. أو قصده اليوم أنت في حل، في يوم القيامة شيء آخر، أنا الآن لا أتمكن أن أصنع بك شيئا أنت. ثم انصرف السائل فقال له الصادق عليه الصلاة والسلام: جودت، شيء جيد صنعت أنت، جودت لله درك، لقد عجبت الملائكة في السماوات من حسن توريتك. وتلفظك أو تلطفك في بعض النسخ بما خلصت أو بما خلصت ولم تثلم دينك. أنت تمكنت أن تخلص نفسك من دون أن تخرق دينك. هذه كلمة عجيبة من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني يتبين إن كان يقول شيئا صريحا كانت تحدث ثلمة في دينه، كسر في دينه، خرق في دينه. ولم تثلم دينك وزاد الله، الإمام دعا، وزاد الله في مخالفينا غما إلى غم وحجب عنهم، مراد منتحلي مودتنا في تقيتهم. إن شاء الله أعداؤنا لا يفهمون دائما. شاهدي في هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست خاصة بالقضايا المرتبطة بالعقيدة، وليست خاصة بشخص دون شخص، هذه الكلمة شاملة لكل مؤمن، لكل مؤمن في مجالات مختلفة. على الأقل ملاك هذه الكلمة. قال عليه السلام: إن ولينا،
الموالي لأوليائنا، المعادي لأعدائنا. إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من مخالفيه وفقه لجواب يسلم معه دينه وعرضه ويعظم الله أو يعظم الله بالتقية ثوابه، في بعض العبارات ويعصمه الله بالتقية. هذه الكلمة شاهدي حديثي عن هذه الكلمة، عن ملاك هذه الكلمة. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر مثال مؤمن قريش حزقيل الذي تخلص من قضية شائكة كان من الممكن أن يقتل فيها، تخلص بطريقة ذكية. سأل هؤلاء وشوا إلى فرعون، قالوا هذا مؤمن، هذا الشخص، هذا حزقيل المقرب منك لأنه كان مقربا من فرعون، هذا صار مؤمنا بموسى، هذا يعتقد بإله موسى لا يعتقد بألوهيتك أنت. هو غضب شديد كثيرا، قال إن كنتم صادقون مضمون القضية فسأقتله شر قتله. فجاءوا به قالوا له أنت تعبد إله موسى، ظرف تقية، قل لا أنا أعبدك أنت فرعون. كان يتمكن أن يقول، ما قال، تخرج بطريقة ذكية. قال لهم من خلقكم، خاطبهم هؤلاء، من خلقكم؟ قالوا فرعون. قال لهم من رزقكم؟ قالوا فرعون. قال لهم من يرتب أموركم؟ مضمون القضية، لعلي ذاكر هنا الرواية الشريفة، بقية الرواية، من رازقكم؟ الكافل لمعايشكم والدافع عنكم مكارهكم. قالوا فرعون هذا. قال حزقيل بعد أن أخذ هذه الكلمات منهم، قال حزقيل أيها الملك فأشهدك وكل من حضرك أن ربهم هو ربي وخالقهم هو خالقي. هم قالوا خالقنا فرعون، هذا ماذا قال؟ ما قال أنت خالقي، قال خالقهم خالقي بالفعل، ورازقهم هو رازقي الله، ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي، لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير ربهم وخالقهم ورازقهم. فأخذ فرعون أولئك الوشاة وقتلهم شر قتله. تمكن أن يخرج من القضية مع أنه كان في ظرف التقية، ما صرح، تخرج من القضية بطريقة ذكية. شاهدي أين؟ شاهدي أن الإنسان لو كان مخلصا مع الله سبحانه وتعالى مطيعا لله عز وجل، الله يفرج له، الله يفتح له أبوابا. يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا في كل القضايا. هذا مثال في مجال العقيدة، اضرب الأمثلة التي هي في مجال العمل، نفس الشيء. بعض الشباب الذين يذهبون إلى بلاد كافرة يدرسون هناك مثلا، يشتكون أن البنات هناك كذا، يفعلون أفعال قبيحة، يلبسون ملابس قبيحة، نحن شباب، العياذ بالله تعالى، العياذ بالله تعالى، بعض الشباب يرتكب محرمات بعذر أن المناظر هناك مناظر مثيرة. أولا العذر غير صحيح، أحيانا نخدع أنفسنا، أحيانا نحاول أن نبرر سيئات أعمالنا،
إثارة الشهوات لا تكون إلا بالتفكير. أهم شيء في إثارة الشهوات هذا هو التفكير للعين. العين يلعب دورا، هذا لا يشك في ذلك، لا يشك فيه. إنما العين طريق إلى التفكير، امنع التفكير لا يكون الأمر صعبا عليك. المشكلة أن الشخص ينظر ثم يفكر، التفكير يثير ثم يشتكي أن الوضع غير كذا. ثم الوضع في بلادنا لا يختلف كثيرا، أنا لا أعرف التفاصيل ولكن إجمالا لا يختلف كثيرا عن تلك البلاد. يعني في هذه البلاد لا توجد نساء كذائيات تلبس ملابس قبيحة، تعمل أعمال قبيحة، في بلادنا موجودة، في أكثر بلادنا، حتى البلاد المقدسة موجودة هذه المناظر. في بلدك أنت جالس، أجلس في غرفتك من دون أن تنظر أي منظر، فكر، تبتلى. اذهب إلى تلك الأماكن التي فيها مناظر قبيحة ولكن فكرك لا يكون هنا، لا تتأثر. فرضا شخص أحد أحبابه الذين يحبهم كثيرا توفي، هذا إذا ذهب هناك يتأثر؟ أبدا لا يتأثر. لماذا؟ لأن الفكر مشغول، الفكر ليس في هذه الأشياء. أنظر وأفكر وأتعمد النظر ثم أشتكي. أولا القضية غير صحيحة. نبرر، أنا لا أقول الظرف صعب ولكن بعضنا يبرر، هذا خطأ. ثانيا هذا أخلص مع الله سبحانه وتعالى، أبدي لله عز وجل أنك مطيع، الله عز وجل سيفتح لك بابا. ومن يتق الله، آية قرآنية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله، الله عز وجل يجعل لك مخرجا تخرج منه من دون أن تسقط في الحرام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعيش هكذا بصورة عادية، لا نريد أن نتوكل على الله، لا نتق الله سبحانه وتعالى، نريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبوابا. لا، لا يفتح لك أبوابا. اتق الله، الله يفتح لك أبوابا، الله يهيئ لك الحلال. خلاصة الكلمة كلمة واحدة، أخلص، توفق وتنجو. لا تبرر لنفسك، لا تسقط في الحرام، ولن يخذلك الله تعالى، سواء في القضايا المرتبطة بالعقيدة مثل هذه القضية وغيرها من القضايا، أو القضايا المرتبطة بأعمال الإنسان. ومن الأمور المؤثرة جدا عندما يكون الإنسان على الهاوية، عندما يكون الإنسان مشرفا على السقوط في الحرام، العياذ بالله تعالى، إذا أشرفت على السقوط في الحرام في مجال عقيدي، في مجال عملي، إذا أشرفت، من الأمور المؤثرة جدا رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. هي الصلوات بحد ذاتها مؤثرة، ولكن حسب بعض الروايات الشريفة رفع، يعني الإنسان يرفع صوته بالصلوات، هذا يكسر الشيطان. لا ملجأ إلا إليهم،
وعندما يشرف الإنسان والعياذ بالله على السقوط، هنا يتضح أن لا ملجأ إلا إليه صلوات الله عليه أجمعين. صلى الله على محمد وعلى محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد عجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده في المعصومين بك إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. Oh.